خلينا بقى نروح دلوقتي للكرة العالمية. أعتقد ده خبر مهم جدا، وامبارح فعلا تويتر تحديدا كان كتير عاملين منشن لكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد اللي تم بقى استدعائه بعد غياب طويل عشان يشارك مع منتخب فرنسا وينضم لتشكيلة بتتألف من 26 لاعب عشان يخوضوا بطولة أمم أوروبا المقررة مفروض الشهر المقبل. ده بنتكلم لأول مرة من يعني 5 سنين ونص تقريبا على خوضوا المباراة الدولية اللي هي رقم 81 اللي كانت أمام أرمينيا تحديدا في أكتوبر 2015 اللي سجل فيها نقول مرتين رفع عدد أهدافه بقى هنا الدولية ل 27 هدف. بنزيما هيمثل منتخب فرنسا مجددا، هو ده الخبر بعد استبعاده مدة كانت طويلة. طب كان إيه السبب؟ نفكر حضراتكم، عشان كان متورط في قضية ابتزاز لأحد زملائه اللي كانت راجعة العام 2015. طبعا يعني هي مش عايز أخش في تفاصيلها بس هي كانت قضية شهيرة يعني. خليني برضو أضيف أن اللاعب عدل على حسابه الشخصي تويتر، كتب أنه هو بقى لاعب في ريال مدريد ومنتخب فرنسا، وكان قبل كده يعني كاتب بس أنه هو بيلعب في الريال لأنه هو كان مستبعد زي ما كنت بقول لحضراتكم. ده خبر أسعد ناس كتيرة جدا. كريم بنزيما يعني هو لاعب مخضرم من مواليد 87، ولو أنت بقى بتحب الأرقام والمليارات أنا جبت لك بقى، هو كان راح ريال مدريد ده لما وقع الصفقة يعني بلغت وقتها قيمتها 35 مليون يورو. الله كلها صلي على كامل النور. مفيش مره كده نشوف منهم صور الدنانير من الملايين اللي بنطلعها نص مليون يورو. يلا انا موافقه.